طيب نروح لما وراء الخبر. نروح لما وراء الخبر. ما وراء الخبر مع الأستاذة ريهام والأستاذ أحمد عبد الباسط. يلا اتفضلي. الخبر اللي عندنا انتشر الفترة الأخيرة أو كان في ترجمة عن بعض الصحف التركية إن في عروض لأفشة من تركيا من كذا نادي، وكمان عروض لبعض لعيبة الأهلي زي مروان محسن من أندية سيراميكا كليوباترا. بس أنا دخلت على عبد الباسط برضه. مجراش مجراش. وإسماعيلي وسموحة وكلام من ده. فأنا هوضح الحقيقة بتاعت العروض دي يلا. دلوقتي معاك. مفيش أي عروض رسمية لا لمروان ولا لأفشة ولا لأي لعيب لحد اللحظة اللي إحنا واقفين فيها مع بعض دي وصلت النادي الأهلي، ولا حتى الكلام، ولا حتى ديانج، ولا حتى كلام. ديانج ماله؟ جاله اي عروض؟ لا، ديانج في كلام من وكلاء، لكن عروض رسميه برضو مفيش عروض رسميه وصلت. الرسمي ما وصلش، مفيش عروض رسميه وصلت. بالنسبه للاسماء اللي حضرتك ذكرتيها كلها وكلاء بتكلم الانديه في تركيا وتعرض على النادي الاهلي وتشوف هتعمل ايه. يعني شريف مثلا جاي له عرضين من طرابزون وجالاتا سراي، بس دي كلها وكلاء من بره. عروض رسميه وصلت الاهلي مفيش. أفشة كذلك جاي له برضو عرض من جالاتا سراي ومن بشكتاش، تمام الاثنين، وهم بيفكروا ان هم يقرضوا على الاهلي من 2-3 مليون دولار او يورو تقريبا. الاهلي ما عندوش اي تفكير في رحيل أفشة اساسا. يعني حتى لو الرقم زاد ففي لعيبه كده عليها اكس دي ممنوع تخرج من السكواد بتاع الفريق. تمام. لك في حاجه تانية اذكر مروان بقى طبعا، يعني لا سيراميكا طلبته ولا سموحه طلبته ولا اي حد اتكلم حتى بصفه وديه مع الاهلي عليه خالص. مروان محسن ما طلبش محليا خالص. ما طلبش محليا.